وصلت الآن يوم الأربعاء الموافق 21/10 إلى محافظة دمياط 3 طن من اللحوم التي ترسلها وزارة الأوقاف، يكون مجموع ما قد وصل حتى الآن 23 طن إلى محافظة دمياط. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في معالي وزير الأوقاف وأن يعيننا على توزيع ذلك إلى مستحقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الأربعاء 21/10/2020 برعاية كريمة من السيد معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وتسلمت مديرية أوقاف أسوان اليوم 3 طن من لحوم الأضاحي حتى يكون ما وصل إلينا 32 طن من لحوم الأضاحي. وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، يتم توزيع لحوم الأضاحي الدفعة 10 جعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان ثواب من اقترحها ومن أقام عليها. والسلام عليكم ورحمة الله.